اخون يرجع بالكره تحت بالكره 1-2 مع عكيشي داودا داودا للدراجي داودا داودا يسدد والكره خارج المرمى تمين نفسي وتذكر على اليمين لكن ياخذها داودا داودا يراوغ لاعب لليسار خالد الغرسلاوي خالد الغرسلاوي اكثر ما يمكن هذه الاعاده عند اول من هذا الشوط الاول عريس عفول داودا شمس الدين الزوادي لليمين عفول داودا يلعب الكره مع داودا وتسديد مرمى عالي متابعه من محمد امين والغمي لكن تفكي بالترجي على طريق داودا داودا يلعب الكره على اليمين هاريسون البنك البدلاء للترجي القيام بالحركات الحمائيه داودا 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 توصل الكره وسام الدراج نجم نقولوا متوسط برشا اقل من المتوسط داودا محمد امين النفسي يلعب الكره مع هاريسون عفول الى داودا داودا يتعدى داودا يحضر ويدخل خالد الزيري يحط الكره في الركنيه ترجع راسيه من خالد الزيري ثم داودا في خواج خليل القاسمي في بدايه الهجوم والقوافل خليل القاسمي او الامين الصايبي تفك له الكره داودا 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 تفك له الكره وسام الدراجي اختار الحلول هي لطفي القادري لكن دفاع الدراجي صامد الوحوش اسبق من شمس الدين الذويتي ترجع هاريسون افول مجد التراوي ياخذ كوره الغرس اللاوي خذوا هيك طيب العمليه ممتاز الخروج بالكره الغرس اللاوي ممتاز الشوط الثاني أربعة وثمانين دقيقة لعب في المباراة آخر منتصر الحفيري أسبق ترجع بجريدة كبيرة من الدراجي لهاريسون أفول من مسيرة كالعادة سامح الدربيلي إلى هاريسون أفول هاريسون أفول يتخلص من رقابة مهدي المرزوقي دامي وسيمة نوارة في عكس الهجوم كالعادة هاريسون أفول في البناء الهجومي موجود الغاني البحث على التمرير مع سامح الدربيلي العائد بقوة قلت بعد غياب على مستوى الهجوم في آخر ثلاثة حصص كان ركز برا كرة عند الترجي في الدفاع العربي جابر داودا كاميرا أسامة مع أمين النفسي على الجهة اليسار خرج كرة لداودا كاميرا وزع واحمد دميدة في الدفاع شوف الان في دوتا كاميرا والمخالفة في دفاع الملعب الكبسي بالنسبة لعبد البكير سجل الهدف قلت الان اصبح فريق يهاجم وفريق يدافع في نهاية الفترة الثانية كرة لصالح الترجي محمد المنصور باتجاه هيثم الجويني داودا كاميرا يرجع بالكره لخالد المولي